جيت للرباط باش نعطي واحد بيغوت لواحد السيده الله يشافيها فيها الكونسير، جبت ليها بنفسي. شكرا بزاف، مرحبا، فرحتيني فوالا. لي بيغوك ديال الناس ديال فيهم كونسير كندير لهم بحال الطريبيش. اوكي فوالا، جلدة معكم لموي ميس لموي، كيف ما في الانستغرام معروفة انفلونسوز بلوغر و فاية جماوية. الفكره ديال المبادره ديال الشعر جاتني اولا التبرع بالبواريك الطبيعيه للناس اللي ما عنده اللي مشى لهم الشعر بالشيمي، جاتني من واحد القصه عشتها. بون مي بون ما بغاش ندخل في تفاصيل اكثر، غير كنت شفت الحسره وشفت الالم في الناس في عين داك الشخص اللي فقدته بالمرض هذا نفسه، وكنت دائما في بالي انه غادي فاش نكبر خصني ندير شي حاجه باش ندير الشعر للناس أو ندير شعر الناس اللي عندهم كونسير. الشعر كنجيبو أغلبية من الهند، كنت كنجيبو من تركيا ولكن كانت شوية عيانة كنمشي للهند أحسن، كانت أحسن، لكن دابا مع هاد كورونا شوية تحبسنا. كتدخلو عندي أغلبية الانستغرام، أغلبية كتدخلو الانستغرام ديال علمة الصالون لموي بيوتي ولا الانستغرام ديالي تقول مثلا أنا مريضة بالكونسير، كنهضر معاها لايف إلا كانت بعيدة، كنهضر معاها لايف كنشوفها كنشوف راسها، يعني كنقولها ضروري أنا خاصني لي ميزيوغ حقاش هو كيجي بحال الطربوش، يعني كيفاش غتلبسو غيتحيدو. كنشوفها تنقولها يعني إلا كانت ما عندهاش راه كتبان، كنصيفط لها لا بيروك ولا كنمشي لها بنفسي كنعطيها ليها، ولا كتكون معايا عندي مفتوح مراكش كتجي خلاص للمحل وكناخذوا كناخذوا لي ميزيور وكتساين نوبتها، محقب عندي اون ليست كتساين نوبتها لما تجي نوبتها وكنعطيها ليها. ما نوصفهاش لكم حيت يعني خاصكم تعيشوها الصراحه، انه هاد كترد لهم الثقه بالنفس، كترد لهم الفرحه براسهم، كتخليهم يعني يحاول ما امكن انه داك الشيء المرض ينساوه. هما اصلا عندهم واحد الثقه في شكل واحد الباور في شكل هما واحد يقدر تكون سافت اوف بزاف، نقدر نقول كي تخرج شي 50 باروكه هكاك ولا كاع حتى اكثر. راه كاين ناس مرات بزاف في الكونسير، ومنزيدك كاينين حتى الاطفال البنات الصغار. كتجي مثلا عندك بنيه كتقول لك انا بغيت الشعر بحال هذه، كيقولوا لي انا ديما شعرك انت علاش ما عندك شعر وحنا عندنا شعر، يعني دريه صغيره ما غاديش تقدري تفهمها تقول راه فيك كونسير ولا فيك بحال هكا، كضطري انك ديري داك الشيء اللي بغات باللون اللي بغات، وشحال مره كنلقاو دي في صعوبات حيت مثلا تجيك تديري بحال بعضني كتمشي كتضطري انك تجيبي لها شعر في داك اللون وداك ميتو، وما خصك تخليها ساتيسفيت سورتو لي زونفو ان بان على الدراري الصغار. لا ناس الكونسير ما كنتخلصش منهم، انا كنتخلص من الناس اللي عندهم شعر، اولا مثلا شي واحد بغى يعطي لشي واحد اخر هو مريض بالكونسير بغى يعطيه باروكا، اش كنديروا؟ كنتخلصوا منه في المواد الاوليه اللي هو الشعر بونيات، داك المواد الاوليه حنا اللي خدمنا بهم، اما يدينا ما كنتخلصوش جامي، تخلص من شي وحده فيها كونسير. طبعا ان شاء الله اذا بقى المحل مفتوح والصالون خدام عمري ما غنوقف هذه المبادره، واخا كاع نعرف نعطي من عندي وديجا كنعطي من عندي باش كنكمل شحال من باروكا غير افاغ افيك لو بوز. شوف واخا كما قلت قبيلتي البوز الواحد الا بغى يدير البوز يدير بالخير غير يديرو، كل الناس اللي بغينا نديرو الخير غير يديرو الخير، باش ديرو البوز غير ديرو الخير. الا كان بهذه الطريقه هذه سيروا للجمعيات، سيروا لعند هذاك الناس المحتاجين، دور العجازه ديرو البوز، المهم ديرو حاجه زوينه اللي تساعد الناس يعني لونتوراج وتساعد المجتمع باش بدل ما يحس. نعطيك مثلا مثال، انا شحال مره كنمشي لشحال من جمعيه كيقول لك مثلا خاصنا مواد اوليه للماكله وداك الشيء، كنمشي كنشري منهم وكنعطيهم، واش بعض المرات ما كنضطرش نتصور وكنشوف بعض المرات شي حوايج انا ما نقدرش نشريهم، مثلا امكانيات اللي عندي ما غاديش تقدر تشري مثلا شي حاجه ديال الناس الدراري الصغار اونديكابي في شي جمعيه، كنضطر اني كنفتح لايف ولا كنكتب انا غدا الجمعيه فلان فلانيه راه خاصو مثلا لي كوش ديال الكبار ما لقيتش راه خاصو مثلا، فهمتي يعني، والناس كيتعاونوا كيمشيو لدور العجز هكذا كما مثال كيشوفوا الناس الكبار شنو خاصهم. ولا كنتي باغي دير الخير وباغي تعاون بهذه الطريقه غير دير، ولا كنتي غدير فهاد كتفكر في البوز وباغي دير بهذه الطريقه سيدي غير دير. نبغي نوصل للناس انه حاول ما امكنكم تشوفوا تساعدوا بعضكم، انه حاول ما امكنكم تكونوا معطائين حتى تعطي الخير تلقاه.